انت خارج ولا ايه؟ شكلك كده خارج. لا 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 خالص، انا واقف هنا بصور فيديو كليب. اه وليه بقى التريعه؟ وليه بقى السؤال؟ لابس وخارج، عاوز حاجه؟ وايه بقى انت بتحلو عليا يعني، ولا لازمتها ايه التريقه؟ ولازمته ايه السؤال؟ وانت بتحلو عليا لابس يعني خارج ايه؟ عاوزه حاجه؟ وفي حد يخرج متاخر كده؟ انت مالك انت؟ انت مالك؟ اخرج متاخر ولا ما اخرجش متاخر؟ اعمل اللي انا عاوزه. عاوزه حاجه؟ لا مش عايزه حاجه، انا اصلا غلطانه ان انا سالتك. وبتسالي ليه؟ اكفي كده. طيب استنى هنا، استنى. اتجننتي ولا ايه؟ بطل برطمة. حاضر. الزبالة دي وانت نازل تحطها في الصندوق. لا انا ماخدش زبالة. لا هتاخد الزبالة عشان انا مش شغالة عندك، ماشي؟ وبعدين ده انا بديك خبرة، يعني انت لما تاخد الزبالة كده كل يوم وانت نازل في ايدك هتعرف ريحتها. مش هتحتاج بقى لما واحدة تعدي من قدامك، واحدة زبالة، ها؟ وانت فاهمني؟ مش هتحتاج بقى تشمها عشان تعرف إذا كانت زبالة ولا لأ. انت كويسة وزي الفل، ها؟ ودماغك زي الفل، ماشي؟ آه الصغر الليل، آه يا حلو الليل غني. ليه كده بس؟ ليه كده؟ أعمل إيه بس تاني عشان يحس بيا؟ أنا مفيش حاجة خليتها وما عملتهاش. لو أعرف بس، لو أعرف بس عاجبه فيها إيه؟ رقاصة الزبالة دي؟ ولا هي عاجبها إيه فيه؟ طب أنا هبله وبحبه، لكن هي شايفة فيه إيه؟ يا نهار أسود، أنا بكلم نفسي؟ وهو أنا مين هينفعني؟ مين هينفعني لو اتجننت؟ مفيش غير شغلي اللي هينفعني. أيوة شغلي بس هو اللي هينفعني. يتحرق بقى ميزو والرقاصة والدنيا كلها. أنا ركز في شغلي. أيوة أنا ركز في شغلي وعلى وأكبر كده ويبقى ليا قيمة، وساعتها هو اللي هيجري ورايا بالمشوار. بس لو أعرف بس، لو أعرف بس عاجبه فيها إيه؟ لو أعرف بس عاجبك فيها إيه يا ميزو؟